ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد بعد ولادته وقبل أوان الكلام. ومعنى المهد مضجع الصبي في رضاعه، وفي ذلك آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها المؤمنون وتكون حجة على المعاندين. والعجيب في الأمر أنه لم يتطرق أحد من أهل الكتاب إلى تلك المعجزة الباهرة، ولكن سرعان ما يزول العجب حين نستمع إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يكلم الناس في المهد. ففي إثباتهم لكلام عيسى عليه الصلاة والسلام هدم لعقيدتهم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برأ أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج؟ فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه، ثم مر بأمه فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت، زنيت، ولم تفعل. وكذلك يكلمهم في حال كهولته واكتمال شبابه.
فيكلمهم بما أوحاه الله إليه بكلام النبوة والدعوة والإرشاد، وبما فيه صلاحهم وفلاحهم. والكهولة هي المرحلة ما بين الشباب والشيخوخة. قيل الكهولة تكون ما بين 30 و40. قال أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه: وأما كلامه وهو كهل، فإذا أنزله الله تعالى من السماء أنزله على صورة ابن 33 سنة وهو الكهل، وتلك آية أخرى. وفي ذلك أيضا بشارة للسيدة مريم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيعيش حتى الكهولة. وفي ذلك أيضا إشارة إلى النصارى الذين اتخذوا عيسى ابن مريم إلها، كيف يكون إلها وهو يمر بمراحل عمرية مختلفة، لابد أن يكون من البشر ومن الصالحين، فهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله، وهو من الذين يصلحون ولا يفسدون، ويطيعون الله تعالى ولا يعصونه، له علم صحيح وعمل صالح. والصلاح من أعظم دواعي الفخر والاعتزاز. جزاكم الله خيرا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.